دراري مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم بعيش الفا. اللي هذا الفيديو غنديرو حيت كنت ديجا ذكرت وطلبني واحد السيد وبعض الدراري قال لي خصني ندير هذا الفيديو على شنو هما البلايص اللي تقدر تعيش فيهم انت كالفا ميل، اللي دوك البلايص غادي يكونوا ماشيين مع الفكر ديالك، مع الفكر الالفاوي ديال الفا ميل، لي البلايص اللي عندهم مجتمعات ولا اللي فيها مجتمعات عندهم واحد الطاقه ذكوريه. ملي كتكون مجتمع ذكوري ماشي مجتمع كيحارب الذكوريه بحال الغرب، بحال امريكا الشماليه، بحال اوروبا، على حسب تجربه خوكم بايز الفا. انا درت في العالم، سافرت بزاف، عشت في بزاف ديال الدول، وانا غادي نعطيكم على حسب تجربتي البلايص اللي مزيانين اللي كنت كالفا ميل، ونعطيك البلايص اللي من غير تجربتي اللي معروفين تيمشيو لهم الرجال اللي الفا، تيبيو يعيشوا داك اللايف اوف ستايل اللي بغا هو، اللي غادي ليه مع النمط ديالو. لان كما كنعرفوا الا كنتي انت عندك واحد الافكار وكان عندك الطاقه الذكوريه وماشي من خيب وخنونه منطراز الفحل، ما كتبيش تعيش منبطح القوانين الدوله ولا قوانين داك المجتمع اللي كيقزم وتيحقر على الراجل وتيقرمعو، لا بالقوانين لا بالمسائل كامله اللي تيجي لواحد المسائل باش يحارب هذاك الراجل. دونك انت خصك تشوف اش اللي مربحك. تقدر تكون المراه هي المراه مربحه تعيش في واحد المجتمع اللي نسوي ولا اللي منتشر فيه الفيمينيزم بحال امريكا الشماليه، اوروبا، امريكان، كندا، سميتو، هي مربحه تعيش هنايا، ماشي مشكل. كل واحد تيقلب على البلاصه اللي غيرتاح فيها. دونك هي مربحه تعيش في هاد المجتمعات، لان هي عايشه في واحد المجتمع اللي كطغى عليه المركزيه النسويه، الكاينوسنتريزم، تقليل المراه. دونك انت الا كتحس براسك كالفا ميل محقور في واحد البلاصه، محقور ما محترمش، وكتكونتريبي انت كتساهم في داك المجتمع، كتخلص الطاكس، كتخدم ولا مستثمر، وكتساهم في داك الاقتصاد تاع داك المجتمع باش يحاربك انت بطريقه غير مباشره، اسمعوا معايا الدراري عالميه، دونك سافو با لا بين، اتس نوت وورث ات، ما تستاهلش انت غتضحي وكدير واحد المجهود باش الناس تحاربك في هذاك المجتمع فين كتعيش. دونك خوكم بايج الفا، كنت سافرت بزاف ومشيت بزاف في البلايص، كنت مشيت برازيل، المكسيك، جمهوريه الدومينيكان، كنت في هادو هادشي هادو. نقول لك هاد البلايص هادو اللي نهضر لك عليهم هما واحد البلايص اللي هما مزيانين اللي كنت تمشي ليهم ولا تستقر فيهم كالفا ميل. كنت في اوروبا الشرقيه، كنت في الديار الهنغاريه، كنت في سميتو، كنت في اوروبا اوروبا البرتقيز، سبليون، طاليان، هولندا، سميتو. انا اللي كيبان ليا باش نبداو باوروبا، باش نبداو بقارات اوروبا، هذيك اوروبا الغربيه ديال الالمان، هولندا، سكونديناف، النرويج، وداك الشيء ما خدامينش ليك انت كالفا ميل، ما خدامينش ليك كفرنسا، بلجيكا، هادو طاغيه عليهم التفكير النسوي، وتاي عندهم قوانين بزاف وتيقدحوا الراجل، وما كايناش طاقه ذكوريه منتشره، وما ولا تزوجتي فيهم انت كالفا ميل ما غاديش تحس براسك، ما تحس بديك الفيرسيون اللي خصك تعيش انت، وتحس بداك ترو يور سيلف، زعما تكون انت راسك على حساب هذيك كي تعيش انت، عندك واحد النمطيه في التفكير ديالك ديال انت الفا ميل، عندك واحد لي فالو، عندك واحد القيم كالفا ميل، ما يمكنكش تعيش في هذيك اوروبا الغربيه، فهمتي؟ باش نكونوا فاهمين، اوروبا الغربيه لا، لان علاش تما فكر النسوي طاغي والقوانين النسويه طاغيه حتى هي، عاد تعذب واخا تكون الفا ميل، عاد تعذب. ولا الا كنتي الفا ميل راه ضروري لا تعيش في دوك البلدان، راك غتخضع انت لهذوك القوانين، راك غتخضع ليهم، لان كتولي انت كدير افير مع القانون، ما كتبقاش مع المراه، انت مع القانون كتمشي بمساطر قانونيه خصك تحترمها، باش نكونوا فاهمين. دونك انت خصك تكون مريقل انت كالفا ميل، انا بغيت نجيك للجوار ديال الحاجه العالميه، خصك تمشي بعدا، تمشي لواحد المجتمع اللي
طاغي على الطاقة الذكورية وشي مجتمع اللي يكون انت كالفا ميل غتمشي ليه غيكون عندك بوزيسيون دو فورس كتر. واش انا واش انت الفا ميل غتمشي تعيش في امريكان ولا كندا ولا الدول؟ ما يمكنش. الدولة باغية تسرق ليك فلوسك، المجتمع باغي سميتو، المجتمع محاربك، كل شيء محارب، المرأة محارب، كاع كانت عندك شي فلوس لا شي بركة غتمشي تما تعيش تما، شي نهار غتزوج غتطلق مع تيشجعو على الطلاق وتيشجعو على سميتو، غادي يمشيو لك رزقك. دونك انت ما في صالحكش، انت غتمشي ليا البلايص الفقيرة، ديما المجتمعات الفقيرة شي بلاصة مقحطة. انا نعطيك على سبيل المثال اوكرانيا شحال هادي راه كانت بون افير، راه كانت تري بون افير، طاقة ذكورية سائدة. روسيا حتى هي على سبيل المثال شي تنقول لك قبل الحرب هادو هاد البلايص كانوا مزيانين. دونك انت اش خصك تمشي دير؟ بغيتي تمشي شي بلاد خصك تمشي تقلب بعدا على معدل الدخل الفردي، خصك تكون مريقل، خصك تكون حرايمي، تكون هاكا مقطر معدل الدخل الفردي. مثلا فاش كتمشي تشوف انت غتمشي شي واحد البلاد، غتمشي انت شحال تشوف الصالير شحال تيطيح بنادم تما، وشحال تيطيب شحال تيخدم بنادم تما، الطبقة العاملة شحال كتخدم. خصك تمشي واحد البلاصة اللي ما تيفوتش 200 دولار في الشهر، 200 ل 250 دولار. بحال دابا مثلا سميتو مولدوفا، كاينه مولدوفا واحد الدول كانت في الاتحاد السوفيتي، راه كاينه في سميتو، كاينه في الجوي تاع روسيا في الحدود، واقيلا واش عندها الحدود مع روسيا. المهم مولدوفا قلبوا عليها الدراري، ولكن هادي راه ما فيهاش اقتصاد. تنقول لك الا كنتي الفا ميل وعندك كيفاش تدخل الفلوس، مثلا انت دير الشغل في الانترنت ولا شي حاجه، ولا عندك شي شين يوتيوب مفرقعه ولا شي حاجه، ولا المهم ولا عندك شي بيا ولا شي باتريمون في البلاد ولا شي حاجه كيدخل لك الفلوس، عندك كراوات عندك كريمات، خصك تكون مريقل. اوروبا الشرقيه، رومانيا شويه حتى هي، رومانيا حتى هي مزيانه، رومانيا هنغاريا اللي انا مشيت انا ديال هنغاريا، راه تما الراجل راه نيت راجل فهمتي، باش نكونو فاهمين راه تيعيش راجل، تيعيش راجل حتى الاقتصاد تما سميتو شحال الصالير. هما عندهم الفورينت، عندهم تقريبا 340 فورينت هي اورو، دونك العملة طايحة، المرأة ما عندهاش فرص بزاف. وانت خصك تكون مريقل اصاحبي، ماشي تبقى تبع ليا بنادم يقول لك واه سير كندا امريكا، لا خصك تشوف انت البوزيسيونمون ديالك كالفا ميل في هذاك المجتمع. انت ما عندك ما تجيب ديك الهضره على حقوق الانسان وداك الشيء، ما عندك ما دير داك الشيء، ما كاينش هنا. كاين غير حقوق العيالات بوحدهم هما اللي كاينين، ما كاينش ديك الحقوق ديال الرجال، نكونوا فاهمين. دونك دول اوروبا الشرقيه، بلغاريا حتى هي بلان ناضي. ما كان عندي واحد الاتصال مع الاخ عبد الكريم بوشا اللي كان حييه من هذا الفيديو، قال لي راه في بلغاريا تيدوز العطله ديالو تما، منطق المسائل مزيانه، الدوله رخيصه، المسائل هما هادوك، الجو زوين. بلغاريا راه فيها الصالير، راه بنادم تيدخل هي خدامين ب 180 اورو في الشهر، والبنات اغوغو، والطاقه الذكوريه هادوك. اوروبا الشرقيه باقي فيها المستقبل. دونك عندنا بلغاريا، هنغاريا، مولدوفا، رومانيا شويه، بيلاروسيا، فهمتي بيلاروسيا، هاد البلايص هادو مازال فيهم طاقه ذكوريه سائده. دونك انت كالفا ميل خدامين ليكم ما غاليينش بزاف، حتى بيلاروسيا راه الصالير هو 350 اورو ولا سميتو في الشهر. دونك انت الا كنتي الفا ميل وعندك واحد المدخول اللي فايت هاد الشيء هذا، فايت لا موين بواحد ثلاثه المرات لا جوج المرات، راه تمشي تعيش تما ناضي، غاتعيش ناضي. لان دوك المجتمعات المتقدمه امريكان وداك الشيء تما هما تينصروا المراه، وكاين عند المراه عندها فرص بزاف، وتقدر كيما قلت لك حنا روح رياضيه ماشي نويد، هي مزيان اللي تعيش في دوك المجتمعات، مزيان كتحس براسها مقدسه والهيه وعالميه ماشي مشكل. ولكن انت كراجل كالفا ميل ما تتحس براسك، ما تتحس براسك انت في